أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة وفرصة لزخات أقصى جنوب المملكة من الأمطار وأيضا حرارات عالية في بعض المناطق والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة مع وجود فرصة لزخات من الأمطار في مناطق أقصى جنوب المملكة بمشيئة الله خلال يوم الغد. أما كما نشاهد هنا في درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن معامة الأجواء في عامة مناطق المملكة هي حارة لتصبح شديدة الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية خلال نهار يوم الجمعة، وتكون أيضا شديدة الحرارة في نهار يوم السبت بمشيئة الله. لذلك نود التنبيه من عدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس. أما في هذه الليلة فالأجواء صافية في العاصمة الرياض، 29 درجة مئوية ليلا و 8 كيلومترات بالساعة هي سرعة الرياح. أما في ثلاثة أيام القادمة فالأجواء أيضا صافية، تتراوح درجات الحرارة ما بين 41 إلى 44 درجة مئوية نهارا ومن 29 إلى 31 درجة مئوية في ساعات الليل، وتبقى الأجواء صافية في العاصمة الرياض. أما فيما يخص باقي مناطق المملكة والحرارة المتوقعة ليوم الغد، في سكاكا من 42 إلى 28، في عرعر هنالك بعض الأتربة المثارة من 42 إلى 27 عفوا، تبوك من 40 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 44 إلى 30، في الطائف من 35 إلى 24، في المدينة المنورة من 45 إلى 32 درجة مئوية، في جدة من 39 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها غيوم متفرقة من 31 نهارا إلى 17 ليلا، كذلك الأمر في جازان ولكن 35 درجة مئوية نهارا إلى 29 ليلا، في الباحة من 30 إلى 20 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام من 41 إلى 29، في الإحساء من 45 إلى 29، وفي حفر الباطن أيضا أجواء حارة من 45 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض 41 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية ليلا، في بريدة 42 إلى 29، وفي حائل من 41 إلى 27 درجة مئوية مع أجواء حارة. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.